أجرى فريق مكون من 12 طبيب عيون صيني أول عملية جراحية لإتام عدسة العين مجانا للمرضى السودانيين في الخرطوم في إطار برنامج التعاون الطبي بين السودان والصين. نظمت وزارة الصحة الاتحادية السودانية حفل افتتاح في مستشفى محلي حضره السيد أحمد الجازة مساعد الرئيس السوداني وسفير الصين لدى السودان لي ليان خو. ويسعى برنامج التعاون الطبي بين السودان والصين لإجراء 1000 عملية جراحية للعين من قبل أطباء صينيين متخصصين في مجال طب العيون. علاوة على ذلك ستقدم الصين للسودان أجهزة طبية وأدوية مجانية وأربعة فرص لتدريب الأطباء السودانيين في مجال طب العيون في المستشفيات الصينية. هذا وسيسافر الفريق الطبي الصيني أيضا إلى 5 دول أفريقية أخرى حيث سيجري عمليات جراحية لثلاثة آلاف وخمسمائة شخص في العام الجاري. يشمل برنامج المعونة رحلة نور أفريقيا 6 بلدان أفريقيا في عام 2016، وقد اتخذت إجراءات محددة لتنفيذ مشروع مساعدة أفريقيا لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي بفضل دعم ودفع الحكومة الصينية. السفير الصيني لدى السودان تحدث في كلمته عن رغبة الجانب الصيني في التعاون مع السودان في مجال الصحة فضلا عن نيته بتقديم المساعدة والدعم. ومنذ بداية إرسال الفرقة الأدوية الصينية إلى السودان قبل أكثر من 40 سنة قد قامت الفرقة الأدوية الصينية بعلاج أكثر من 8 ملايين مرضى من مرضى السودانيين. وأعرب مساعد الرئيس السوداني السيد أحمد الجاز عن تقديره وامتنانه للصين حكومة وشعبا لما قدموه من مساعدات ودعم. نقدم نموذج لهذا العالم الذي اختلف واقتتل وتحارب، نقول هذه شراكة طيبة لمحبة البشرية.